ريسيبي نتاعنا مكرونه صوص غوزي. دونك المكرونه باش نطيبوها بالكروفيت، اذا كان نتوما عندكم كروفيت ولا فروي دو مير اون جينيرال، واذا كان ما عندكمش تنجموا تعوضوا الكروفيت بالحاجه اللي عندكم، سواء لحم مفروم ولا عندكم ليلى محمد رسول الله سكالوب ولا جيش قصود ترونش صغار، المهم ما يقلقش. لهنا عندي هذه الفلفل الاصفر، وهنا عندي شويه فلفل احمر نتاعنا هذاك التونسي العادي، وهذا فلفل اورانجي، هنا طماطم، هنا 3 كوب دو نتاع زبده بور، وهنا لي ترونش. هنا عندي مكرونه تالياتيلي باش نحطها تصمت، هي اول ايتاب حاجه نبدا بها انا. دونك نصمت المكرونه نتاعي باش نكون خيط قشره، خاطر تلقاها الكروفيت تلقى في وسطها شويه اصفر من هنا اصفر منها، وشويه يعني هذيك الاصفر نتاع مصارنها وفازت هذوك نتاعهم. ونظفت الكروفيت شقيتها من فوق، يعني انا كي نبدا نحاها راني نقص بالمقص في البارتي هذه الفوقانيه باش نحلها، يتقص معها شويه من اللحم تاع الكروفيت، نخرج الاكحل هنا هذاك يعمل المرار، يا ما تلقاه اكحل والا اصفر هذاك يتعمل يعمل المراره في يجيب لك كروفيت مره والا الصوص نتاعك مره. دونك والقشور نتاع الكروفيت مش نطيشهم، مش نمشي نصمتهم، خليهم يتصمتوا مع كعيبه ملح، ومن بعد مش نرحيهم، ومن بعد نعمل الصوص هذيك نرحاها ومن بعد نصفيها، والا جوست نستعمل الماء نتاعها خاطر تعزز قوام تاع الكروفيت في الصوص نتاعي. المكونات الكل مش نحط معاهم كعبه الكروفيت، ومش نبدا نحط الفاحة نتاعي. مش نبدا، عندي مغرفة صغيرة في الفلكها تاع قهيوة، هذا ياكل الزعتر، انا راحيتهم خلطتهم الموز وراحيتهم في الدار، يمكن قد الكليل قد الزعتر والا واحد اكثر من واحد. دونك باش نحط مغرفة صغيرة كيف كيف الزعتر، ومن بعد كان ناقص القوم باش نزيد، ومش نحط مغرفة صغيرة نتاع ملح، وكيف كيف مش نزيد مغرفة نص نتاع ملح، من بعد نزيد كان يطلع ناقص الفلفل الأحمر باش نعمل كولور روزي شوية، مش نحط مغرفتين، يعني هي تجي شطار مغرفة نتاع ماكلة وإلا حتى أحمر، يعني الفلفل نتاعي الفلفل الأحمر ماهوش حار. نخلط زوز 200 غرام حلو عليهم 100 غرام حار باش يطلع متوسط ويحمر، خاطر الفلفل الأحمر الحلو ما يحمرش الماكلة. ومن بعد في الأخر مش نزيد مغرفة واحدة نتاع طماطم أو مش تاع، بعد ما نقلي هذم كلهم بعض باهي ونحطوهم على الغاز. دونك حطيتهم على الغاز مش نخليهم، نهبطك لي كوب هذوك في الوطه باش في سما يذوبو، ونحركهم نجم اصلا نخليهم يغطينا كيك. دونك نستنى لي كوب نتاع الزبده يذوبو باش نجم ونخليهم يتقليو يذبلو، وكل مرة نحرك بشوية بشوية دونك مع التقليب المستمر. هاك شوفوا في الزبدة، كان حسيتو الكونتيتي نتاع الزبدة نتاعكم ناقصة ما زيدو، يعني ما تخليوهاش ناقصة باش ما تتحرقش. دونك انا باش نقص في النار خاطرها النار قوية شوية، باش نحطها على نار اقل من المتوسطة بشوية، يفولها الماء راح يتخرج خضرة، الخضرة تخرج الماء نتاعها وحده الكل. يعني مش نغطيها ونخليها باش الفيحة نتاعها ما يخرجش، يقعد الفيحة نتاعها في وسطها وين النار جويدة ماهيش خشينة، على نار جويدة باهي. هاتو نشوفو تا
هاك خضرتنا سايبه المي متاعها. مش نضيف مغرفة كبيرة طماطم مركزة اللي هي مغرفة كبوس، ونحلها في وسط الصوص هذاك متاع الخضرة ما غير ما نضيف حتى ماء. الصوص الوحيدة اللي مش نضيفها هي متاع قشور الكروفات اللي غليتها. طماطم مركزة باش تعمل لنا بزيت صوص. دوك كيما تشوفوا لهنا الصوص متاعي خسرت، كي زدت لها اسم توا شنين مش نعملو، مش نرحي توا مش نرحي هذوما، مش نرحيهم وإلا نصب الماء نصفيهم ونصب الماء كهو انتي وش تحب. دوك انا مش نجرب نرحيهم ونصفيهم ونشوف الغزلتا. السلام عليكم، هنا وين خلاص يعني انا نقصت على النار على الاخر على خاطر ما نحبهاش تشيحلي وتتحرق لي الصوص، على خاطر وفيت يعني الماء اللي في وسطها ما عادش يزيد، كان قوي شويه في النار دونك تتحرق لي وانا ما حشيش بها تلصق وتتحرق. لطون انا حضرت الصوص الاخر ما نصيحه بون، انا رحيتها بالهاند بلاندر دونك حربت الدنيا كل كي تبزر. اذا كان عندكم الصفي هذا جويد صفيو بيه، اذا كان ما عندكم شيء ما غير ما تعملوها صافي، وكان الماكة هو ما غير ما ترحيوها، كان عندكم صافي هيك جوية الحارة وقدها. وإذا كان ما عندكش صافي هيك جوية على الأخر باش ما يعدي لكش التفش متاع الملح، ما ملحتهاش برشا. باش ما تجيكش في حاجات تدق في فمك. دونك وين رحيتو بالهاند بلاندر، ما رحيتوش بالميكسور الاخر، خفت لا يترحى على الاخر خاطر الميكسور الاخر قوي شويه، خفت لا يترحى ويولي لي فما دي ديشي في وسط الصوص. دونك ها الصوص في الاخر مش نثبت انا بشوي بشوي، كان فيها ديشي كان فيها شوية دي شيء ولا ما نعرف إذا كشوية دي شيء ولا مش شوية دي شيء، ما غير ما هاك الرش في الأخرى مش باش نصبها. دونك ونخلي البقية توا أتيب الطماطم المركزة اللي هي طماطم حكوك أتيب على روحها، الخضرة متاعنا تيب مليح مليح. باي أنا حبيت راني نشري الحبق أخضر، ما لقيتش حبق اخضر دونك مش نحط عليها، عندي حبق شيء عندي حبق شويه حبق انا خاصلتو ومشي حطو على روحي ورقه ورقه، دونك قصت ورقات ورقات وحطيتهم يشيحوا. دونك مش نحطو هاها ولا حبق نوريهولكم، هذا هاكا حبق اخضر شي اخضر هذي وطابت الخضرة الكوليكية. مش نحط يعني اما تقعد يبسة ما توليش الحم هيبي على قوت الحم يا ربي سامحوني، ما يوليش الفلفل متاعنا هيبي على الاخر وطري برشا يعني مقطع، لا جست هذي تغلي تاخو الغلوة ونحطو الصوص كما تراو فيها خسرت شويه الصوص. دونك مش باش نزيد نخسرها اكثر من هكا، اذا كان ماكمش تحطوا في وسطها الكريم فريش خسروها، اما اذا كان باش تحطوا كريم فريش وجبن خسروهاش برشا. دونك انا عندي الكريم فريش هكا، ولا تاخذوا كريم فريش هكي انتو ما مش تحبوا تلقاو فيها راح. انا مش نحط الفريشة دي سامو هايت تغلطو شغلت الطشيط اوكي، ونخليها تتحل الكريم فريش هذه
اي ما تخثرش برشا الصوص، اما الاخرى تخثرها اللي كيد هي اللي تخثر برشا الصوص. دونك مش نخليها تتحل في عقلها على نار هاديه باش ما تزيدش تخثر لي الصوص اكثر منها. كريمة ذية مش كلها زدو بلش حتى أقل مش بيه. أنا باش نحط في وسطها شوية مخلفة دونك جبن المثلثات ما يتحطش في الاخر على خاطره ما يذوبش. مادام هي تغلي حطوها هكا جبن المثلثات اثنين كيبدا هكا يعني في الصوص يغلي يتحل. راكم كي تحطوه في الاخر ما يتحلش يقعد كعابر كعابر. نغطيها ونخليها تغلي مش نقوي ضوء في النار مش تغلي في صحن. دونك حطيت المقارونه وحطيت فوقها انا على اساس صورتها يا اخي ظهر لي فيها ما تصورتش. دونك حطيت المقارونه وحطيت جبن موزاريلا واذا كان المقارونه صمتوها قبل بمديده قبل ما تحطوها شليلوها باش تتحل من بعضها. كان كما انا ما عملت يعني خطا انا قبل ما نبدا نطيب طيبت المقارونه وبعد صبيت فوسطها الماء صبيت عليها شللتها شوية باش تتحل المقارونة من بعضها ومتبديش لكزة واحدة يابسة. دونك وحطيتها وما اذا كان تحبوها الصوص فيها صوص كما لي غستوران هاوي نخليو كونتيتي بهي من الصوص باش تغلي فيها شوية المقارونة تولي تتجانس الكل الطعمات الكل اللي تجانسوا مع بعضها. دونك وتخلطوا بشوية بشوية بالفرشيطة باش تدخلوا كل خضرة والكروفيت والجبن. هاك تعرف الجبن كيفاش بدا يتحل شاي كيفاش ولا يتدرجح. دونك تخلطوهم الكل مع بعضهم بشوية بشوية. دونك انا مش باش نخلط مليح على خاطر قدامي الكاميرا قدام الغاز. لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا كان تحبوا الصوص خليو كونتيتي بها من الصوص، اذا كان تحبوها شيحه نقصوا في الكونتيتي نتاع الصوص خليوها تغلي تشيح شويه. دونك راكم في الطبق نتاع التقديم هكا انا مقارنتي الطليات اللي نتاعي بالكروفيت طابت طليات اللي صوص غوزي بالكروفيت نتاعنا طابت وامورنا مريقله.